شكراً 2020، وكفاية قوي بقى لحد كده. طبعاً احنا السنة دي من أصعب السنين اللي مرت علينا في حياتنا، ولو اتكلمنا عن 2020 مش هتخلص في 3 دقايق ولا 5 دقايق، لأنها كانت سنة صعبة علينا جداً. بس تعرف تقول شكراً للشيء المؤلم؟ من أصعب الحاجات اللي ممكن تمر على الواحد إن يقول شكراً لحاجة كانت صعبة عليه في دنيته. 2020 كانت أصعب سنة مرت على أي حد فينا. لو حد ركز، وباء الكورونا ده كان شيء مكمل للوجع الأصلي اللي ربنا كان عاوز يظهره لكل واحد فينا. الكورونا دي خلت كل واحد فينا يبص على الأمور بشكل مختلف. سنة 2020 كلها لو انت قعدت تفكر معايا كده وتلاحظ، هتلاقي نفسك في ناس كتير قوي تصفت من حواليك، بعدت عنك، بغض النظر بقى الناس دي ربنا اختارهم للسماء او ناس بعدوا عنك لغرض تاني. بس اكتشفت حقيقة ما كنتش بتكتشفها. عايزك تركز معايا في الدقائق الجاية دي. 2020 كانت كشف الحقائق كتير، كشف حقيقة نفسك، كشف حقيقة اللي حواليك، كشف حقيقة ربنا اللي انا وانت كنا ناسينه في فترة من الفترات. ممكن نقول شكرا ل 2020 بمناسبة انها قفلت الكنيسة مثلا. ازاي اشكر على حاجة زي دي؟ انا بشكر انها اتقفلت الكنايس عشان عرفت قيمتها، وهي مفتوحة عادي موجودة مش فارقه معانا. لكن اول ما اتقفلت اتصدمنا، قلنا ازاي؟ يعني ايه ما نحضرش اسبوع الام؟ يعني ايه ما نحضرش الصوم الكبير؟ يعني ايه ما نحضرش عيد القيامه؟ يعني ايه ويعني ايه ويعني ايه؟ وفجاه اكتشفنا ان كل الشعب المسيحي بدا يفكر ان ازاي تكون بيوته كنايس، وكل واحد بدا يحط صوره الصلبات ويحط قدامه شمعه ويبدا يصلي هو وولاده. كربنا عايز يجمع اسر مفككه، عايز يوري حقائق احنا مش شايفينها، عايز يقول لكل خادم وكل شماس، يا ترى انت كنت بتحضر اسبوع الالام ليه؟ عشان لحن بتحبه؟ عشان صوتك كويس في اللحن ده فنفسك تقول الحان دي؟ ولا علشان فعلا كنت متالم مع المسيح عشان تقوم معاه؟ اكتشفنا حقائق مزيفه كنا فاكرينها ان احنا بنقدمها لربنا، لكن طلعت حقيقه صعبه. طلعنا ان احنا بنقدم لربنا حاجات مش حقيقيه. بس اول ما اتقفلت الكنيسه بقينا نقف قصاده وحسينا بجد بتوبه حقيقيه جوانا، وقلنا بجد يا رب احنا عايزين نعيش معاك اسبوع الام. وفعلا كل واحد فينا عاش اسبوع الام من اقدس الوقت اللي انت عشته، وانا متاكد ان كلنا عشنا اسبوع الام مليان بركه بالرغم ان الكنائس كانت مقفوله. تعرف تقول شكرا ل 2020 على الوجع اللي شفته من الناس في وسط 2020؟ لو اتكلم عن حاجات كتير ممكن اتكلم عن نفسي. شفنا اوجاع كتير قوي من ناس ما كناش شايفين ان هم ممكن يوجعوا في يوم من الايام، او يسيبونا في يوم من الايام، او يؤذونا في مشاعرنا، او يبعدوا عننا، او يتكلموا عننا كلام وحش. لكن اكتشفت فجاه ان اللي حواليك كانوا محتاجين انك انت تكتشف حقيقه الناس اللي جواك. تعرف تقول شكرا ل 2020 اللي عرفتك قيمه نفسك وقيمه الناس اللي حواليك؟ عرفت كم واحد سال عليك وانت بعيد، وكم واحد ما سالش؟ كم واحد كان قلقان عليك وكم واحد ما قلقش؟ كم واحد كان فارق معاه وجودك وكم واحد ما فرقش؟ حاول تقول شكرا ل 2020 لانها عرفتك تصفي كويس قوي ومين يبقى قريب ومين يبقى بعيد. تعرف تقول شكرا ل 2020 اللي خلتك تعرف مين قادر يستحملك في ضعفك ومين مش قادر؟ انا اكتشفت في 2020 مين قادر يستحملني في غلطي ويستر عليا، ومين قادر ما يستحملش ويعريني. تقدر تقول شكرا ل 2020 ان عرفتك ان الشخص الوحيد اللي يستاهل انك تتعب عشان هو المسيح. 2020 عرفتنا ان هو الوحيد السند، وهو الوحيد اللي بيستر، وهو الوحيد اللي قادر يخليك في ضعفه قوي، وهو الوحيد اللي كان صاحب بجد، وهو الوحيد اللي كان بيسال عليك بجد، هو الوحيد اللي كان بيطبطب بجد، وهو الوحيد اللي كان قادر يشيلك في ضعفاتك واوجاعك وفي مرضك، هو الوحيد اللي كان بيعزيك. ياما ناس ماتت في وسط الكورونا ومحدش كان حد عارف يدي عزا للناس، هو اللي كان بيعزي. قاعات العزا كلها قفلت عشان كان الناس كلها معزوم متعبون، وهو كان الحقيقه الوحيده، هو الوحيد اللي كان بيعرف يعزي، وهو الوحيد اللي كان بيعرف يفرح. تعال معايا قبل 2021 تقول شكرا ل 2020. تعرف تقول شكرا ل 2020 انها عرفتك اخطائك اللي انت ما كنتش شايفها، اخطائك بقى الروحيه، اخطائك الاجتماعيه، اخطائك مع نفسك. تعرف تقول شكرا انها عرفتك حقيقه جواك انت ما كنتش شايفها؟ ممكن كنت تكون متكبر، كنت ممكن تكون شايف انك انت واخد الامور ببساطه زياده، ممكن تكون واخد الامور اخطاء كتير ربنا عمال يقول لك بطلها ومش عارف تبطلها، وربنا سمح بوجع في 2020 عشان تقف على حيلك من جديد وتعيد نفسك من جديد وتبص على نفسك من جديد. الخلاصه اللي عايز اقولها لك في الفيديو ده مش انك تقول شكرا ل 2020 وتزعل منها، بس خلي اوجاع 2020 هي تعليم حقيقي ودروس حقيقيه ل 2021.